يا اخواننا مالك العقار قال 40 سنه بيحارب في الجيش وما قدر يستلم منه ولا حاميه وما قدر يعمل له حاجه، وقال بنصح حميتي ما يحاربه. مالك العقار انت 40 سنه بتحارب فوق وما استلمت لك ولا حاميه واحده، 40 سنه ما قدرت تطلع من مناطق النيل الازرق دي وجنوب كردفان دي، انت دار تقول لي تقارن لي الدعم السريع بحركتك انت؟ نعم الحركه الشعبيه حركه عريقه، لكن ما في مقارنه بين الدعم السريع والحركه الشعبيه جاء بتاعت مالك العقار ده، خاصه الانبطاحي ده. الدعم السريع في خلال 8 شهور شال الغربيه كلها وشال الخرطوم وشال غرب السودان كله من البحر وغرب ده، قسم السودان نص، والان متمدد في الوسط، الان متمدد في ولايه النيل الابيض ومتمدد في ولايه الجزيره ومتمدد في ولايه نهر النيل، غريبا داخل شندي وغريبا جدا في بور السودان باذن الله تعالى. ايضا سيحرر اهلنا في الشرق من قبضه الكيزان النجسين. فانت ما تقارن لي نفسك بالدعم السريع، الدعم السريع الان مستلم القصر الجمهوري يا حبيبي، الدعم السريع الان مستلم القياده العامه محاصره، شفتها خانقه كده رابطه ربطه كوزي، بس الدعم السريع محاصر الاشاره، الدعم السريع محاصر المهندسين، حتى قاداتها ما قادرين يجيبوا لها امداد، نزلوا لها بالهليكوبتر الدعم السريع بيغرفوا منهم. انت تقول لي تقارن لي نفسك بالدعم السريع حبيبي؟ يا لك الله شوف لك شغله يا اخي، خليك انبطح لكيزانك ديل، لكن ما تتعانى نحن ننبطح لهم، هم مفترض يجوا ينبطحوا لنا لانه احنا الان مستلمين الدوله دي كلها بكل معاقلها، فما في مقارنة بيننا وبين الحركة الشعبية أو ملك عقار. يا جماعة أنا ما بقصد الحركة الشعبية كلها النضالية، لكن بقصد ملك عقار، ما في مقارنة يا جماعة. وأنا زمان قلت لكم على مستوى السودان ده كله، على مستوى حروب السودان ما في فرقة سقطت أبدا غير الفرقة سقطوا الدعم السريع دي. الدعم السريع ده يا جماعة دي أقوى قوة مشاة في العالم، يعني قوة طاحنة، قوة كاسحة، قوة بتمسك حي وبتجيب ناي وبتاكله، ما في مقارنة.